سمعت سيد أن هناك إضافة على السؤال الألوف الأرقام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان في ودي أن أضيف شيئا لتنوير الرأي العام حول الموضوع، وحاصله أنني كأنني على ما ببالي أشرت في المجلس السابق إلى أن المجتمع كان ينفر من هذا الشيء إلى درجة عجيبة، إلى حد أن المتخذ هذا المسلك يضطر إلى أن يبقى في داره ولا يرى أحدا ولا يراه أحد تقريبا. لكن سبحان الله، الله تعالى هو الذي وفق للتسبيب إلى يعني إيمان الناس بمشروعية هذا المسلك، وذلك أنه ظهر متعددون من المشهود لهم بالوثاقة والعلم لهم هذا المسلك. أحدهم السيد العظاظ خميني قدس السلام. في الحقيقة حينما كان في النجف أنا لم يكن عملي ذلك، لذا لم أكن أدرك ذلك بوضوح، ولكنه طبعا أنا أفهم اللغة الفارسية وكنت أسمع خطاباته باللغة الفارسية من إذاعة إيران، بالرغم من أنه طبعا الاتجاه العام هو اجتماعي وسياسي نقدر نسميه، ولكنه في عين الوقت في ما بين عونة وأخرى، وخاصة حينما يأتي ذكر الأئمة سلام الله عليهم وفضائلهم وتمجيدهم، كان هناك يشير إلى أمور عرفانية وباطنية معتد بها. فعرف على أي حال، أنا عرفت وآخرين متعددين ربما ممن يعرفون أو لا يعرفون عرفوا أن هذا السيد الله قدس روحه عنده على ما يعبرون شمة عرفان. ثم جاء السيد السبزواري قدس السلام، السيد عبد الله السبزواري عنده عرفان، إلى الآن نذكر جلسته التي لا يغادرها دائما، لا أقل أمام الناس، أنا لا أعرف حياته الخاصة، أنه يجلس جلسة التشهد بالرغم من كبر سنه، يعني وفي الحقيقة ما باقي إلا عظم صح التعبير، ولكنه مع ذلك يتكلف هذه الجلسة ويسكت، لا يمكن أن يبدأ أحدا بحديث إطلاقا، بل حتى إذا سئل لا يطيل في الجواب، يجيب أقل المجزي. وهذا إنما يكون شنو من يعني كما يعبرون من روحياته، من علو روحياته. مضافا إلى شيء آخر أيضا موجود وهو تفسيره، تفسيره هو أيضا فيه كثير من الأمور الباطنية بطبيعة الحال، رغم أنهم أيضا جزا الله خير غطاها بمسحة ظاهرية، ولكنه الجنب الباطنية فيه واضحة جدا. المهم أنه ثم جاء ثالث القوم، وإن كان أنا لا أريد أن أكمل الشقشقية، وهو داعيكم. أنا أيضا يدعي الناس أنه لي جنب باطني، ويختلفون في تفسيرها ومقدارها، ولا يعرف مقدارها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى أنا لعله لا أعرفها، وإنما الذي يعرفها هو أعلام الغيوب جل جلاله، وكل من يدعي معرفتها إنما يدعي معرفتها من زاويته ومقدار إدراكه واستحقاقه. وأيضا أنا أستطيع أن أقول أن الجماعة من المثقفين، خاصة من المثقفين دينيا، جزاهم الله خير، يحسنون الظن بي، ولا يحتمل أن يكون اتجاهي الباطني باطلا والعياذ بالله. فمن هذه الناحية أيضا صار هناك قرينة على صحة الاتجاه الباطني، لكن مع ذلك أكرر على أنه الشيء الذي حذرت منه في الجلسة السابقة أحذر منه، وحتى أنه أصبح في ضرري
كصاحب باطن إجمالا أصبح في ضرري، لأنهم أصبحوا يشيعون أمور ما أنزل الله بها من سلطان، وهم لا يتورعون أن يكون الله لا ينزل بها من سلطان، يكفي أنهم سلاطين أهوائهم وآرائهم وعقولهم. على كل حال معلش، هذا الجهة أردت أن أبينها، والجهة الأخرى التي أردت أن أبينها أن هنا إذا واحد على إتهام في يوم ما سأل أنه يقال عنك أنك ما معناته أنك وإن كانت هذه العبارة ملطفة أنك الزعيم الأوحد بمسلك العرفان في العراق، قلت لا ما في شيء، تعرف فلان وفلان وفلان من العوام والحوزة وشيبة الحوزة وغيرهم، سميت لهم جماعة ممن لا أرتبط بهم بصلة، لهم مشايخ آخرين سابقين قدس الله أسرارهم وأنا لست واحد منهم. نعم هذه الصيحة التي حصلت لو صح التعبير أو الموجة التي حصلت مشى بها بعض طلابي غفر الله لنا ولهم على أي حال، بحيث على أنه كان يعبر واحد أنه يسري هذا المطلب في الناس سريان نار في الحشيم، قلت له أسف تشبيهه بالنار جيد لأنه في الحقيقة من نار جهنم، الله تعالى لا يريد وجود الباطن عند كل الناس، وإلا لكان أولى الناس بإعلان الباطن المعصومون والنبي صلى الله عليه وآله، لماذا لم يربوا الناس على الباطن ونحن نربي على الباطن، مضافا إلى قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، كل من جيبه وإشفته بالباطن حبيبي هذا شيء سلوك منهي عنه من قبل الأئمة سلام الله عليه. أنا واجد رواية في كتب فيما سبق أنها تقول لا تقول هذا أخي وهذا ابن عمي وهذا صديقي وأنا آسف فلذكذا وكذا من نسكي، لا تأسف، الله تعالى لا يأسف، وإنما الشيء الذي يحصل هو أنه إذا وجدت نقطة الهداية في قلبه هو يقوم يدور عليك مو أنت تدور عليه، فإن بحث عنك فتجاوب معه إلى باب الجواب جزاك الله خير، لأنه رجل سائل جريمة، ولكنه بدون سؤال أنت تروح تهزه وتقول تعال اهتدي، إنما هذه وظيفة الأمر بالمعروف صح، ولكنه الأمر بالمعروف الباطني لا نجيبه بالخط الأحمر. نعم بالسؤال لا بأس، لكن حتى السؤال الآن أصبح فاشلا لأنه جنب، لأنه يأخذ هذا الهوى ويجيبه ويجي يقول، إنما قصد العلم الشيء الذي يوجد تلقائيا في باطن النفس من الهدى هو يقوم يدور على السؤال، ذاك صح ذاك 100% أنه هو مستحق للدرجة التي جاء من أجلها. والشيء الآخر الذي بدأت الإشارة إليه نسيت أن هنا فرقا بين هذا العرفان الذي ذكرته من قبل هؤلاء السادة أن صلى أسرارهم والصوفية، طبعا بغض النظر عن المذهب والدين أن التصوف في العالم موجود في مختلف الأديان والمذاهب إلا الماديين، طبعا الماديين ليس لهم تصوف ولكنهم مختلف الأديان سواء كانت سماوية أو أرضية فيها تصوف، البوذيين والمسيحيين وكثير آخرين عندهم شيء من هذا القبيل، وكذلك بعض اتجاهات وأنحاء الفلسفة اليونانية القديمة كسقراط وأفلاطون وآخرين أيضا كانوا متجهين باتجاه التصوف، لكنه في الحقيقة أنا الذي أفهمه أن التصوف يختلف عن الشيء الذي نلتزم به الآن أكيدا من أكثر من جهة، وإن كان حسب فهمي القاصر على أن الهدف الرئيسي الذي هو الهدف حسب ما يقال بالحكمة العليا هدف لكل الكون
وهو أنه إليه المنتهى وإليه الرجعة، أو إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه المضامين يلتزم بها الخلق تكوينا، ويلتزم بها المتصوف والعارفون التفاتا وعقلا وتعقلا. لكنه مع ذلك الاختلاف في الأساليب والنتائج تختلف كثيرا. ومن أهمها شنو؟ عدة أمور، منها أن التصوف الشيعي الإمامي أو الأرثام الشيعي الإمامي يرتبط بالأئمة سلام الله عليهم، بأنه علي عليه السلام سيد العارفين، أو خطبه في نهج البلاغة هي الخطب الرئيسية من هذا الموضوع. ومنه يتسلسل الأرثان إلى الموالين والذين لهم الولاية الحقة، أي معرفة أمير المؤمنين على واقعه، وليس للمذاهب الأخرى ولا للأديان الأخرى مثل هذا الاستحقاق. وكل من لا يرتبط بالولاية بهذا المعنى فمن الصعب جدا أن نصحح معرفته لله بطبيعة الحال، ولا وصوله إلى النتيجة المطلوبة بطبيعة الحال. ومن هنا تحصل النتيجة الثانية، وهو أنه أنا حسب فهمي أن الواصلين إلى النتيجة الحقيقية من المذاهب الأخرى والأديان الأخرى عدم أو كالعدم، يعني الصفر. أغلبهم يدورون في فلك باطني واسع ولم يصلوا إلى المطلوب الحقيقي. صح عندهم باطن، وربما باطن كثير، وربما يشيلك وحطك من حكاياته، ولكنه ليس له تلك النتيجة التي نتوخاها والتي يريدها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. ومن جملة النتائج أو الفروق في الحقيقة بين المسلكين المشيخة، المشيخة وقضية شنو الخرقة، طيب هاي التي موجودة في التصوف عندنا غير موجودة. أنا أحترم المشيخة لأمرين، أولا للاتصال بالمعصومين سلام الله عليهم، والشيء الثاني لتوجيه الطلاب أن هذا السالك ينبغي أن لا يتخربط حاله وأن لا يضل ترتيبه، وإنما ينظمه الشيخ ويرتبه، هو أعلم بدائه وبدوائه، إذا ما هو جواب. أما أكثر من ذلك فلا، هم أنا قارئ في مصادرهم من قبيل أحياء الدين، أحياء العلوم للغزالي، وكذلك الفتوحات الإسلامية لابن عربي وغيرها، يربطون الفرد في الحقيقة بالشيخ ربطا محكما جدا، بمعنى من المعاني كالربط برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أكثر وأكثر من ذلك، أنه حتى إذا مات الشيخ بقي الطالب شنو؟ كأنما يتصل به روحيا ويأخذ منه أوامر روحية. أما أنا فعلى كل حال لا أقول ذلك إطلاقا ولا أنصح بذلك إطلاقا، وإنما أقول بأنه إذا كان يعني تكامل الفرد مرتبة معينة من التكامل، أقول له أنت غني عن روحه، فليكن التوجيه ذاتي لك وليس مني. فمن هذه الناحية لا يرتبط بشيخ، في أكثر زمان تربيته لا يرتبط بشيخ ولا حاجة إلى ارتباطه بشيخ، مجرد أخذ همه الرئيسي وهدفه الرئيسي من شيخه الذي عرفه على شنو؟ على هدف المعصومين سلام الله عليهم، أكثر من ذلك لا. المهم أنه يوجد عدة طرق، عدة فروق، و يعني صفات مغايرة من قبيل أنهم المتصوفة في الحقيقة يعني إلى حد ما يتجوزون أكثر من اللازم في بعض الأمور، من قبيل أنهم يتجوزون في الغناء ويتجوزون في الرقص. الرقص الصوفي عندهم شيء رئيسي بطبيعة الحال، في حين أنه ليس عندنا شيء، لم ينصح أحد من أهل الباطل من الإمامية بشيء من الرقص ولا بشيء من الغناء بطبيعة الحال. وكذلك لم ينصح واحد منا والحمد لله بما يسمى بالدرباشة وإدخال السيوف الجسم، لا هذا أيضا أنا أعتبره من الخرافات في الحقيقة، ولا دخل له أصلا بالعرفان الحقيقي. العرفان الحقيقي بريء منه ويعتبر بمنزلة الضلال بالنسبة إليه. صح هو بمعنى من المعاني باطن
لأن الباطن حبيبي رقعة واسعة، حتى السحرة بمعنى من المعاني هم من أهل الباطن. فنمجد الفرد مجرد كونه من أهل الباطن، إذا كنا على ضلال حبيبي، كما أن أهل الظاهر على حق وعلى ضلال، كذلك أهل الباطن على حق وعلى ضلال. فينبغي الإنسان أن يكون نقاد من هذه الناحية. سمحت السيد، هل تؤمنون بالتجديد في الحوزة العلمية؟ وهل أن جامعة الصدر التي افتتحت حديثا هي مثال لذلك؟ حبيبي مولانا، الحوزة تربت على الجهة التقليدية كما نعلم، على الفقه والأصول، وبتعبير بعضهم على أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس والتخلي ونحو ذلك من الأمور. وهذا الاتجاه طبعا لا يخدم المجتمع، ولا يخدم الدين، ولا يخدم المذهب، لأن حاجات الفرد وحاجات المجتمع في كل جيل في الحقيقة، وليس فقط في الجيل الحاضر ولا في الجيل المستقبل، أكثر من ذلك بكثير. وهدف الله سبحانه وتعالى لو صح التعبير من إنزال الشريعة وإنزال الكتب ووجود الفقه والعقائد وغير ذلك، ليس هو هذا بالتعيين، وإن كان هذا محترم جزاهم الله خير، ولكنه ليس هذا فقط، بل كثير من الأمور. مثلا من جملة الأمور أنه من لم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم. فإذا كان واحد مثلي نقدر نقول وقاضي كل عمره بهذه الفقهيات البسيطة، إذا هو لا يهتم بأمور المسلمين، فينبغي أن لا يكون مسلم. في حين أكو يعني هناك أيضا حاجات أخرى من قبيل أن هناك شبهات طبعا من مصادر كثيرة في العالم، مسيحية ويهودية ومادية ووجودية وماركسية، وكثير أفكار عجيبة غريبة في العالم، كلها طبعا في ضلال. زين، طبعا أنت شلون راح ناقشها إذا لم تعرفها أولا، وإذا لم تعرف ردها ثانيا، وإذا لم تعرف كيف توصلها إلى الآخرين ثالثا؟ كل هذا ضروري حبيبي بطبيعة الحال. وإذا لم يكن، إذا نحن فاشلون، لأنه على العموم الله سبحانه وتعالى في شريعته الإسلامية وضع جوابا لكل سؤال وحقا لكل ضلال. فإذا أنا وأنت والحوزة العلمية كلها فاشلة، فمن هو الذي يكون رابح إذن؟ إذن هم الرابحون، أهل الضلال هم الرابحون، وليس أنا وأنت. وهذا هو يعني الشيء الرئيسي من التقصيرات التي قصرها ليس الجيل السابق فقط، بل عدة أجيال عاشتها الحوزة بدون نتيجة تقريبا. لا يكون هناك إلا قليل ممن ينفع مثل هذا النفع. على كل حال، كان أنا مثل ما يتفضل الشيخ أنه لعله أحد الأهداف الرئيسية للتصدي للمرجعية تغيير الواقع الشيعي في الحقيقة، الذي ممض في الحقيقة، والذي عاشه الشيعة خلال الجيل الذي أنا رأيته على أي حال، والجيل الذي ألا أراه الآن على أي حال. السابقين رحمهم وذهبوا إلى ربهم مع الشعب. فتكليفي في حدود قدرتي أن أبذل جميع إمكاني لأجل شنو؟ جميع من يستطيع أن يستفيد مني نصح التعبير، عقليا أو اجتماعيا أو قضاء حوائج أو أي شيء. فمن هذه الناحية كما يعبر، كان أنا في أحد خطباء سيد خميني رحمه الله، كان يقول: من خادم الشماعة السنة، يعني أنا خادم لكم. يتوضح هذا أيضا في شمة الباطل، لأنه لا يعتبر لنفسه كشخة وأنا وكذا، لا، هو إنما يعتبر نفسه إنما نافع للناس، وبتعبيره خادم للناس، ولا ينبغي أن يكون
يعني العالم والمتفقه والمتبرع اكثر من ذلك، انما هو خادم للناس. واكو مثل ايضا سبحان الله، رئيس القوم خادمهم، ليس اكثر من ذلك. اي نافعهم ليس اكثر من ذلك، ومن قال انني اكثر من ذلك؟ اذا كان الامام سلام الله عليه يقول انه انا كالذرة او دونها، فمن هو اذا من دون الامام؟ وطبعا مهما كنت لا أسوأ شيء تجاه الإمام زين العابدين الذي يقول هذا الكلام، إذا أكون دون هذا المستوى. وكذلك من قبيل قول أمير المؤمنين سلام الله عليه، لو وجدتم دنياكم هذه أهون عندي من عفطة عنز. دنياكم هذه الدنيا طبعا نعرفها بأموالها وبنينها وفهرجتها ورئاستها ومرؤوسها وشهرتها وكتبها ومؤلفاتها، هو ما يقول كعفطة عنز، لا لا، أزهد عندي من عفطة عنز. وهو يعلم ما هي الدنيا التي يتحدث عنها بطبيعة الحال، وبدليل على أنه، وإن كان أنا ما أحفظ كلامه بالتفصيل، أنه لو شئت لاعتديت إلى نسائج القزوة كذا وكذا. فمن هذه الناحية مع ذلك يقول هي أزهد عندي من عفطة عنز. سلام الله عليه هو سيد العارفين وأزهد الزاهدين. فلا أقل أننا يكون لنا يعني شرارة بسيطة، أو لا أقول أنه ضوء شمعة تجاه هذا السراج الضخم في قلوبنا، أنه نعتبر ونهتدي بكلامه سلام الله عليه. وفي الحقيقة الشيء الذي توجده التربية الحوزوية ليس لو الإنسان دخل إلى الحوزة ورأى حق رؤيتها لرآها شنو؟ أنها ليست على ما يرام. أكبر شيء وأهم شيء هو الأنانية التي تتربى مع تربي العلم. الإنسان يرتقي علميا في الحوزة، وقل عقليا في الحوزة، ويرتقي نفسيا وأنانيا أيضا في الحوزة. وهذا هو الشيء الباطل الرئيسي الذي يمنع الفرد مهما كانت درجته الحوزوية على التقدم دنيويا وإلهيا، أو دنيويا وأخرويا. أما الله تعالى فلا يدخل كما في بعض النصوص، لا يدخل متكبر في عالم الملكوت، وكذلك لا ينفع دنيويا، لأنه كل الأشياء من قبيل يقول لك المثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، لا يقضي حاجات المحتاجين، وما مستعد أن يركض لرفع اضطرار المضطرين بطبيعة الحال. فمن هذه الناحية يفشل في الحقيقة دنيويا وأخرويا، وهو لا يفشل دنيويا، ظاهره الصلاح وظاهره العظمة وظاهره السيطرة، ولكنه نتائجه وخيمة بطبيعة الحال. وهذا أيضا من جملة التطويرات التي أنا يعني متوخي لها وماشي من أجلها. فمثلا من جملة نتائجه، ما أدري في بالي أنني أشرت إلى هذا المعنى أو لا، أنا قلت بأنه إذا طلب شخص من مدرس أن يدرسه، فإن كان التدريس في نفعه ويشتهر أنه مدرس لمعة إذا يقبل، وإذا كان لا، هو متكبر وعظيم وفاضل وكأنما يشعر من الذلة أن يدرس لمعة إذا لا يقبل. إذا فهذا هو التكبر بعينه. وكان من مصداق ذلك أن طبقته على نفسي، وإن كان لا حاجة إلى البدء، وإنما هو لمجرد العبرة. من من المراجع درس كفاية؟ لا يوجد. ليش؟ لأنه من العيب أن الإنسان يدرس خارج ويدرس كفاية، ولكنه مع ذلك أنا ضحيت ودرست كفاية، ولا زال الدرس هي المفعول. في النصف الأول من الجزء الأول لازلنا، وإن شاء الله إلى بقية الحياة نستمر محل الشاهد. فإذا كان هناك حاجة كما وجدت حاجة، لأن الكفاية لا تدرس من قبل الأكفاء، الأكفاء لا يدرسون غير الأكفاء، غير قابلين للتدريس. وأنا أدري أن الأكفاء لماذا لا يدرس، على كل حال ينبغي غض النظر عنها، ليس كشف كل الأشياء.
فمع ذلك أنا يعني درست كفاية وإلى بقية الحياة وبقي الوقت كما نعمل من رحمة الله سبحانه وتعالى أن شنو؟ أنني إذا انتهيت من الكفاية فسوف أبدأ درس المكاسب، لأنه تدريس مكاسب جديد أيضا ماكو. فمن هذه الناحية من الضروري أن أيضا هذا الشيء يحصل. وطبعا أنا قلت أيضا أنه ربما في الجلسات السابقة أنه من هدفي إيجاد مرجعية كذا صالحة عادلة حقيقية قاضية حوائج الناس تترفع عن الماديات وعن الدنيويات. محل الشاهد مو هذا زين، غير واحد اثنين عشرة يصيرون مجتهدين حبيبي، مرجع بلا اجتهاد يصير. هسه خلينا من الأعلم، ربما يكون قاضي لحوائج الناس وهو ليس بأعلم إلى باب الجواب، لكنه من الضروري أن يكون مجتهدا. فكيف نصنع المجتهدين حبيبي؟ المعمل الذي يصنع المجتهدين ما هو؟ إذا كان أنا ما شارك، فلان ما شارك، وفلان ما شارك، إذا كلنا سوف نتربى تربية الجهالة. صح، نعرف الشيء الذي ينفع العوام ونخطب خطب الجمعة بما لله ندير ظهرنا وفوق. لا حبيبي، نخطب خطب الجمعة جزاهم الله خير، ولكنه حبيبي الاجتهاد هو شنو؟ هو الذي يحفظ التشيع والذي يحفظ المذهب والذي يقضي الحاجات العامة الاجتماعية حقيقة، ويركز يعني نقدر نقول العاصمة الدينية الرئيسية التي هي النجف بيده. فمن هذه الناحية يحتاج إلى صناعة، وهذه الصناعة لا تكون إلا بالتربية العقلية والنفسية والروحية أشكال. وإلا إذا كانت تربية عقلية فقط، إذا ينشأ كما نشأ الآخرون، ينشأ وهو لا يقضي حوائج الناس وإنما يشعر بذاته. فحينئذ ينبغي أن يعني بحسب المسؤولية الإلهية الموجودة أننا نربيه عقليا ونربيه نفسيا. وأنا نصحت يعني 100% نصحت بمقدار أقصى إمكاني أنه أيها الشباب جزاكم الله خير، خلوا رأسكم بالكتاب. هم عم يبذلون إمكان، لكنه على المرأة أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا، لا أنا ولا هم. بس المهم أننا بذلنا جهدنا وشنو يعني أفرنا مسؤولياتنا. وإذا كان هم كذلك وهذا هو شكر الله مساعيه، لا أما الشخص الذي ليس كذلك فالله تعالى فوقه وجهنم تحته. أنا ليس أعلم أنه هو أنا، الله تعالى لا يعذره، هو محمد وعلي لا يعذرانه الحقيقة، لأنه إنما هو مقصر بمستقبل ذهبه وبمستقبل حوزته ليس أكثر من ذلك. بل سيدنا اللي يطلع على مناهج الدراسية جامعة الصدر الدينية يقول أن سيد محمد كما يسمى بالحوزة دائرة معارف، نرى منهاج جامعة الصدر أيضا كأنها دائرة معارف، فهل هذا ضمن تقديركم كان؟ الحقيقة جامعة الصدر مع احترامي لها صح التعبير جاءت على سبيل الصدفة وعلى سبيل رغبة جماعة من الشباب جزاهم الله خير لتربية الآخرين. أما أنا فليس مختص بجامعة الصدر. صح هو الرجل أحد أولاد السيد مقتدى بعث على أنه يسألني ويستشيرني بجملة من الأمور بما فيها الأمور المنهجية والعقلية والاجتماعية والاقتصادية، هذا صحيح يعني، ولكنه لا أعتبرها الكل في الكل. الكل في الكل هي الحوزة ككل، وليس فقط هؤلاء مثلا 30 نفر أو 50 نفر الموجودين كطلاب في جامعة الصدر هم الذين ينبغي أن يتربون دون غيرهم. لا، أنا ينبغي أن أتربى، والشيخ ينبغي أن يتربى، والسيد ينبغي أن يتربى، والكمال لا متناهي وغير منقطع، وكلما وصل الإنسان إلى كمال يستحق الكمال الذي بعده. ففي الحقيقة أنا أيضا شنو، أنا ليس هذا الذي تفضل الشيخ أنه أنا دائرة معارف أو مجموعة حقائق، ليس كذلك. أنا في الحقيقة تعبان على نفسي بمقدار ما أتمكن، وسبحان الله الله تعالى يوفق هذا الذي يعني لاحظه بعض الناس وهو أنه أي سؤال يتوجه لي يستطيع أن أجيبه، وهذا فيه مبالغة بالطبيعة، فيه مبالغة. أنا مثلا أجيب بمقدار ما هو متيسر من علوم الدين، مثلا آية قرآنية أو تاريخ أو شيء من هذا القبيل، لكن سبحان الله أنا الآن ينبغي أن أظهر عيوبي حتى لا يخشى الناس
أكثر من اللازم، إنما يعطوني استحقاقي. مثلا كثير من الأمور في الأنساب أنا لا أعرفها، الرياضيات المعمقة أنا لا أعرفها، أنا عارف من الرياضيات العمليات الأربعة في الأعداد الصحيحة والكسور الاعتيادية، أكثر من هذا لا أعرف هذه. أما الأمور بالاصطلاح العلمية كالفيزياء والكيمياء ونحو ذلك من الأمور أيضا لم أدرسها ولا أعرفها. نعم هناك ما يسمى بفلسفة الفلك وفلسفة الفيزياء، هذا أنا مفكر فيه كثيرا، وجملة من الأمور أيضا أستطيع أن أقولها، لأنه أنا أعتبر الفيزياء والفلك وكذلك الكيمياء نتائج لقواعد عامة نقدر نقولها، وقوانين كلية سنها الله سبحانه وتعالى في خلقها. فمن هذه الناحية هذه النتائج تدل على شنو؟ على قوانينها العامة. فما هي تلك القوانين؟ طبعا دول الماديين الذين هم بالاصطلاح علماء الفيزياء والكيمياء والفلك هم ملتهين بهذه الامور بالنتائج التي سميتها كنتائج ويدرسونها في الاكاديميات، هذا ايضا واضح. ولكنهم ينسون تدبير الله وفعل الله وحكمه الله، ولكنه نحن كمؤمنين لا ينبغي ان ننسى هذه الامور. وبالحقيقه كل شيء من هذه الامور ناتج من فلسفه معينه. مثلا من جملة الأمور التي طشت عندهم مشت الآن الباراسيكولوجي من قبيل الكون السالب، من قبيل الثقب الأسود الذي هو باب يخرج منه الشيء المادي إلى الكون اللامادي، الذي أنه هذا الشيء عندكم مستحيل، هو باصطلاحهم شنو هو؟ قلت له نعم سيدي، قال له تعال أرسم لك إياه، فرسمه على ورقة، وأنا هو يقول أنه استخدمت يعني أقصى إمكاني وعلمي في الرياضيات في المنام، وحسبت حسابا دقيقا فطلع أو فبان 100% صحيح. قلت فاستيقظت فورا أثناء الليل وانتهى الطيف، يقول قمت إلى طرف السطح نايمين بالسطح فرسمته على الأرض بسيط، رسم بسيط حتى شنو؟ حتى يبقى حينما استيقظ صباحا أحسبه من جديد، يبقى تسلسل أن هذا المستحيل أصبح ممكنا. لاحظوا يقول فجيت نميت، ولما استيقظت صباحا لم أجده لأن التراب قد والريح قد سفت به. أحد الشاهد، إذا هناك عقل أعلى من كل مدقق الرياضيات والفيزياء والفلك والكيمياء يدرك ما لا ندرك. حينما نقول أنه أولئك الذين هم عظمة الكون وخير الخلق يدركون الحقائق، لا نقول مجازا أنهم يعرفون أشياء حقيقة نعجز عن تطبيقها وعن إدراكها وعن فهم حقها من باطلها. المهم على أنه ينبغي أن العلوم الشهيرة تكفكف من غلواء تكبرها. في الحقيقة هؤلاء أيضا لهم التكبر بالعلم، وأوروبا متكبرة بعلومها بطبيعة مضافا إلى أسلحتها وأموالها وضلالها، لكن المهم أنه أيضا متكبرة بعلومها وفي الحقيقة تغزو الناس بعلومها. وأنا أقول بأنه إذا مشينا خطوة واحدة أعلى من تلك العلوم فضلاً عما إذا مشينا أمتاراً وأميالاً سوف نجد أن هذا كله بمنزلة الهواء في شبك، إنما يصح في رتبته وليس يصح في الرتب العليا بطبيعة الحال. يكفي هذه المناقشة أنا ناقشتها طبعاً أنا من قبيل الجول، على كل حال أنا في النزف شنو قيمتي؟ وأينشتاين هناك في بريطانيا ورومانيا جالس العالم حسه مع الشاهد مواد يقول لك بأنه ليس هناك في الطبيعة سرعة أسرع من سرعة الصوت، ما من سرعة الضوء. زين أنا فكرت بشيء بسيط ليس أكثر من ذلك، وحاصله بأنه افترض فوتون ضوئي أو جزيء ضوئي انتقل في جهة وجزيء ضوئي انتقل إلى الجهة المضادة،
فماذا سوف يكون محصل ومعدل الفرق بينهما؟ سوف يكون محصل الفرق بينهما سرعة الضوء في سرعة الضوء ولا سبحان الله. فمن هذه الناحية يعني كأنه كاصطلاحهم أنه لو كان مشاهد على أحد الفوتونين يراقب الفوتون الآخر فسوف يرى شنو؟ فسوف يرى يسير بضعف سرعة الصوت، بضعف سرعة الضوء ربما أكثر بمعنى من المعاني. وإنما كل السرعة باصطلاح أينشتاين نسبية، وهذه أيضا من السرعة النسبية وهي موجودة في عالم الطبيعة وأسرع من سرعة الضوء. فلماذا يقول أنه يعني أنه السرعة منحصرة بسرعة الضوء؟ هذا كأنما ليس بصحيح. سبقا سألناكم عن مدى علاقتكم بآلة السيد أبو جعفر أو بالسيد أبو جعفر رحمة الله عليه، والآن يعني نرغب منكم سأل سيدنا أن تذكر علاقتكم بعائلة السيد أبو جعفر. طبعا عائلة السيد أبو جعفر منا إنما هم أولاد عم لح يعني قريبين جدا، وبمعنى من المعاني جيران ليس أكثر من ذلك، دارهم قريبة من دارنا وعلاقتهم حميمة بنا. وكذلك سبحان الله أنا خطبت لأولادي بنات سيد أبو جعفر، والآن ثلاثة من بناته زوجات لثلاثة من أولادي. وكذلك جزاه الله خير ابنه السيد جعفر نفسه حقيقة بذل من نفسه كثيرا في سبيل سنقول مصلحتي أو مصلحة الدين التي يراها في على أي حال. ويعني نستطيع أن نقول أنه هو من أخص أصحابي الآن ومن المعتمد عليهم جزاهم الله خير. فمن هذه الناحية العلاقة قديمة وحديثة ومستمرة بطبيعة الحال. وكذلك نساءنا أيضا متصلين بنساءهم، المهم أسرة واحدة ليس أكثر من ذلك. يعني في الحقيقة آل الصدر فخذين، الفخذ الآخر الذي هم آل هادي يسمون آل سيد هادي، ونحن آل سيد إسماعيل. هم طبعا من آل سيد إسماعيل أي من فخذنا وأولاد عم من الدح، إلى حد أن السيد مثل من قاتل نفسه ووالدي أولاد عم، بمعنى أنه أبواهم أخوان من أب وأم. ومن هذه الناحية ليست المسألة بعيدة، ومن نعم الله سبحانه وتعالى أنه برز السيد قدس سره في هذه الأسرة، من نعم الله طبعا على المجتمع وعلى الأسرة وعلي بالتعيين، لأنه في الحقيقة لعله يعني لو لم يكن من الأسرة كان هناك يعني شيء من المصاعب في أن أجعله هو أستاذي الرئيسي، ولكنه لما يكون من الأسرة ويفتح قلبه لي ويقربني بمعنى من المعاني جزاه الله خير قدس الله روحه، يكون المسألة لها معنى آخر ومدى آخر. وأنا تلقيت نوعين من المعارف عنه. أنا كمقدمة توضيحية أستطيع أن أقول أن المعارف الرئيسية التي يعني يهتم بها الدين إنما هي ثلاثة بالعناوين العامة بالإصطلاح الأصولي: الشريعة بما فيها الفقه والأصول، وكذلك ما يسمى بالوعي الإسلامي الذي هو إصلاح المجتمع وكيف من الأمور التي يعرفونها ونعرفها ولا حاجة إلى تفاصيل، والأفهم أو الأمور الباطنية العليا. فخطين من هذه الخطوط الثلاثة كان هو المحلق فيها والزعيم فيها، الزعيم الواقعي بغض النظر عن السمعة والشهرة، كان هو أعلم أهل زمانه في الفقه والأصول، وكذلك أوعى أهل زمانه في الأمور الاجتماعية وفي مصلحة المؤمنين والمغايرة والمزايلة لو صح التعبير مع الآخرين. فمن هذه الناحية هو ما مقصر، وأنا كلا الأمرين تلقيته منه وليس من غيره. نعم تلقيت العرفان من طريق آخر، لأنه هو لم يكن طريقه وطريق الباطن أصلا، وكان إلى حد ما يحاول أن ينفي الباطن
وأنه فهم الشريعة فهم ظاهري فقط وأن الفهم الباطني قابل للمناقشة ونحو ذلك من الأمور، إلا أنه خوف الله تعالى وفقني ووفق آخرين من العلماء الذين سميتهم إلى أنه يمشون بهذا الطريق. هو معذور على كل حال، إن كان طبعا مجتهد، إن كان مخطئ يثاب بثواب واحد، وإن كان مصيب يثاب بثوابين، لكنه حسب الظاهر منه أنه لم يكن هكذا، وأنا أعلم أنه لماذا لم يكن هكذا، كان يرى أن المصلحة العامة تحتوي ذلك. أنا قلت أكثر من مرة أنه حينما نجابه الماديين والمسيحيين واليهود والبوذيين ونريد مثلا نريد بمعنى من المعاني هدايتهم وإنما يهدي الله من يشاء، لا نجبرهم بالعرفان، أنه مثل ذيك الرواية أنه أول ما يسلم تعال صلي صلاة الليل، تعال اقرب بالحضرة أربع ساعات، لا ما قلتش يا حبيبي، ينبغي أن يجابهه بمستوى شنو؟ بمستوى الوعي الإسلامي، بمستوى الهداية الاجتماعية العامة، ليس أكثر من ذلك. هذه هي مفاهيم الإسلام المعلنة والتي تصلح عمليا للانتشار ما بين البشر، ليس أكثر. فلذا كان يعني يحاول أن يبعد الأرفان عن نفسه أو عن عقله لو صح التعبير، من أجل هداية الناس، لأنه هذا هو الذي يصلح لهداية الناس وليس العرفان. العرفان علاقة بين العبد وربه، أنت أصلح نفسك كما يوفقك الله إليه. وأما قضية الهداية العامة فليس أننا نكلف الناس ما لا يطيقون ونقول لهم ما لا يعقلون، هذا ليس مقتضى الحكمة بطبيعة الحال. فمن هذه الناحية حسب الظاهر حسب قناعتي أنه كان لا يلتزم بهذا الشكل من التصرف والاعتقاد. المعروف عن علماء الشيعة وحسب السيرة أنهم ضد الأنف، فنرى من سماحتكم هذا الاتجاه، فما سر هذه المخالفة؟ يبدو أن السؤال فيه مقدمة أو حقيقة مخفية ما أردتم التصريح بها، وذلك لأنني قلت أنا الأعلم، وهذا التصريح بالأنا، والتصريح بالأنا باطل، إذن فكلامي أنا الأعلم باطل. هكذا قال الناس بمعنى من المعاني جزاهم الله خير، لا بأس، الأنا ساقط في الحقيقة، وأول المسقطين هم أهل الباطن الذي يقول أنا في الحقيقة، إذن لا باطن لله، له دنيا وليس له آخرة، ولكنه في الحقيقة أنا. بعض المقدمات العقلية والنفسية حدث بي ذلك، ولولا تلك المقدمات لكان هذا باطلا، وأولى أن أسكت عنه من أن أقوله. أولا أنني قلت في الجلسات السابقة أنني مدرك بصراحة وحس وجود نقائص ومظالم وصعوبات في الحوزة خاصة وفي التشيع عامة، لا بد من السيطرة عليها وتنظيفها بمقدار ما هو ممكن. فقلت بأنه إذا الله تعالى سألني في يوم القيامة أنه لماذا لم تكن سببا لإصلاح هذه المصاعب وتنظيف هذه يعني الأوساخ لو صح التعبير، أقول لو يا ربي أنا بذلت نفسي بمقدار ما أستطيع. حينئذ هذه العملية التي أنا أتوخاها بأي أسلوب تكون، أقعد بحوشي وأسد الباب، أما أتصدى للناس لأجل أن أقول أنه أنا نافع لكم بمقدار جهدي، بطبيعة الحال ينبغي أن أتصدى للناس. حينئذ أنا في حيني قبل مثلا 3 سنوات أو 4 سنوات أو أكثر من ذلك كنت، وإن كان هو الاعتماد الكلي على الله سبحانه وتعالى، لكن بمعنى من معاني الأسباب إنما أعتمد على نفسي، لأنه الناس لا زالوا متفرقين عني والدعايات كلها ضدي، ولا أحد يدعوني ولا أحد يفهمني ولا أحد يستطيع أن يتصل بي، فشعرت بالتكليف الشرعي أن أقدم نفسي للمجتمع ليس أكثر. فلذا أنا المرة يعني الرئيسية أو الوحيدة الذي قلت أنا هو هذا، لأنني أريد أن أعرف الناس ما أعتقده في نفسي وأنا صالح لنفعهم في الحقيقة، ولأجل درع مصاعبهم ومظالمهم بمقدار ما أتمكن. ولولا ذلك نعم لكان اللازم هو السكوت، أعلم ما أعلم، الله تعالى هو علام الغيوب
العالم بما في النفوس ليس أكثر من ذلك، وإذا كان ليس له نتيجة فالسكوت أفضل، إلا أنه مع ذلك أنا توخيت النتائج الصالحة التي يعني فكرت فيها، فمن هذه الناحية قلت ذلك مع العلم أنه أنا في حدود فهمي أنني إذا كنت قلت ذلك بلسان الحال فالآخرون يقولونه بلسان أنا إذا قلته بلسان المقال فالآخرون يقولونه بلسان الحال في الحقيقة، لأنه كل من يصدر رسالة عملية يقول أنا مجتهد، ويصدر رسالة عملية أيضا يقول أنا مجتهد بلسان الحال لأنه صدر رسالة عملية، زين، ويقول أنا أعلم لأنه يكتب فيها أنه يجب تقليد الأعلم، إذا فهو أعلم، لأنه إذا كان يجب تقليد الأعلم وهو يقول للناس قلدوني وهو ليس بأعلم، إذا هو مقصر في فتوى نفسه، إذا فهو من أهل جهنم، إنما يحمل على الصحة فيما إذا كان شنو؟ يحمل أنه يقول بلسان الحال أنه هو الأعلم، إذا كل واحد من المراجع من السلف الصالح والخلف الصالح كلهم يقولون بلسان حالهم أنهم الأعلم، إلا النادر الذي لا يشترط تقليد الأعلم هذا باب آخر، لكن المشهور عموما ظاهر من زمن يعني معتد به في الأجيال السابقة وإلى العصر الحاضر وجوب تقليد الأعلم إما فتوى وإما احتياط وجوبي محل الشاهد، فكل من يقول بذلك إنما يقول هو الأعلم، لكنه يتورعون لأجل شنو؟ لأجل أن لا يكون هناك ضدهم مثل هذا الانطباع السيء، انما يظهرون ذلك بلسان الحال، لكن حبيبي انا الذي افتهم ان الظروف التي سادت علي غير الظروف التي سادت على الاخرين، بطبيعه ذلك تختلف جذريا، هم يعني من اول امرهم عندهم اصدقاء وعندهم معارف وعندهم معتقدين ومحسنين الظن بهم، فشنو يدعون لهم بعنوان ان السيد فلان او الشيخ فلان او كذا أعلم أو مجزي تقليدا ونحو ذلك من الأمور، أما أنا لا، الله تعالى من علي في الفترة الأخيرة بوجود الشباب الصالح جزاهم الله خير، أما قبل ذلك فكنت يد وحيدة تقريبا بل تحقيقا، لأنه بعد أن يعني من قبيل نقول فقست البيضة، يعني شنو يعني أنه كنت جليس داري وخرجت من داري أمام الجمهور لم يكن معي أحد من هذا، فمن هذه الناحية شعرت بتكليف الشرعي أن أقول هذه العبارة ليست أكثر من ذلك. أمرتم قبل مدة ليست بالبعيدة بوجوب إقامة صلاة الجمعة في عموم العراق، فما هو السبب الذي دعاكم لذلك في هذا الوقت بالخصوص؟ طبعا انت تعلم مولانا انه انا لم امر بهذا الامر بالتعيين، انه من قبيل ايها المتشرع اقيموا صلاه الجمعه، انا لم امر بذلك، وانما يعني اعطيت تعليمات صح التعبير او اوراق مكتوبه وموقعه لاشخاص معينين، انه انت جزاك الله خير حيث انه نعرف منك الورع والتقوى شنو؟ أقم صلاة الجمعة وأنت أقم وأنت أقم، الآن حوالي 35 واحد مو كلهم هذا المعنى، وهو مطلب في نفسه صحيح وليس بنحو القاعدة العامة، أنا من هذه الناحية ليس في مصلحة المذهب أنه شنو أنه كل من يريد أن يقيم الجمعة يقيمها، لا لا، المجتمع يتخربط والمذهب يتخربط، ليس من المصلحة إطلاقا في مفسدة بكل تأكيد، مع الشاهد مو هذا. ماذا تظنون وماذا يظن السامعين أنني لو قمت بذلك قبل سنتين أو قبل 3 سنين هل استجاب الناس هذه الاستجابة؟ بطبيعة الحال لم يكونوا يستجيبون، بوضوح قليل أنني لم أكن بهذه الشهرة ولم أكن بهذه الأهمية اجتماعيا، وكذلك كان يعني كان التيار ضدي حوزويا وخارج الحوزة قوي بشكل معتد به جدا، ولا حاجة إلى زيادة الإيضاح، فمن هذه الناحية لم يكن لي أمر مطاع ولا أمر لمن لا يطاع، لكنه هذه النتائج التي الآن تحت اليد في الحقيقة هي أول فرصة
يعني على كل حال نستطيع أن نقول دنيويا أنني اكتسبت بها القوة التي أستطيع بها إقامة هذه الشعائر وإقامة الصلاة التي كانت يعني مهملة من قبل الأجيال السابقة والمراجع السابقين لا أقل في العراق. فمن هذه الناحية هذه أول فرصة، وأنا أتمنى أن لا تكون هي أخير فرصة. يعني أنا حتى أود والجماعة يسمعون أنني أقول أنني حتى إذا مت أنا لا أعلم متى أموت، ولا تدري نفس بأي أرض تموت وبأي تاريخ تموت. أنا لا أقول بأنه شنو أنه أتركوا صلاة الجمعة، هي من لا بل استمروا بصلاة الجمعة. في الحقيقة من النقاط المؤسفة التي يصعب جدا تلافيها، بل الآن عمليا لا يمكن تلافيها، أن المرجعية تقوم بواحد. إذا مات هذا الواحد انتثر هو وآراءه، يعني شنو؟ أنه هو خبراء، لكنه أفكاره العامة أيضا إجمالا ونشاطا ودفعا للناس، أي ليس له بديل مماثل. في حين أنه أنا كررت أيضا أنني أريد أن أربي بديل مماثل لو صح التعبير، وربما أحسن مني وربما أحسن مني بكثير، أنا شنو قيمتي؟ لكن العمدة نفع التخير ونفع المجتمع ونفع الحوزة. فالمهم أنه جهة صلاة الجمعة لا تتوقف على البديل المماثل. أنتوا أيها أئمة الجمعة يبقوا مستمرين على إمامة الجمعة، وكذلك شنو شيء آخر، أنه إذا مات سيد محمد الصدر أنتوا كما سمعت من عديدين أيضا وربما بعضهم متحمسين، يعني أن نترك عمايلنا وروح نصير كسبة في بلادنا. لا حبيبي، إذا تعطون الفرصة لمن أفسدوا أن يفسدوا في الحقيقة، لا أقول أكثر من ذلك، في داخل الحوزة وفي خارجها. نجربكم كأناس صالحين على الساحة الحوزوية وعلى الساحة الاجتماعية. ليش؟ لأنه لا قبله تمثلون خطي يعني، والذي إن شاء الله فيه رضا الله سبحانه وتعالى. أما تفرقون الحوزة من جديد كما كانت فارغة قبل 4-5 سنوات أو أكثر أو أقل، إذا مسؤوليتكم وين صارت حبيبي؟ لا لا، ابقوا من أجل شنو؟ من أجل حفظ ولاية أمير المؤمنين. ليس أنا ذي أثر، أنا من قبيل يقول لك المثل أنه يأخذ الماء حصته ويأخذ التراب حصته، ولكنه الدين لا يذهب، والله تعالى حي لا يموت. فمن هذه الناحية ينبغي شنو؟ ينبغي حفظ هذا الطريق جهد الإمكان. إذا قهرتم من شيء من سبب داخلي أو سبب خارجي هذا ضرر آخر، تكونون فارغي ذمة معذورين، ولكنه في حدود الإمكان أن لا تفعلوا ذلك. كثير من الأمور أنا والظواهر التي وجدت في الإمكان شنو أن تبقى، أما بعض الأمور بالضرورة سوف تبقى، لكن العمدة من قبيل هذه الأفكار الجديدة افترضوا يعني المسلك العرفان مثل أقول حقه وباطله وسوف يبقى حتى لو مات سيد محمد الصدر، وكذلك شنو الأفكار الواعية الفقهية من قبيل شنو افترضوا أشياء بسيطة جدا، الصلاة بالمجهول المالك، الصلاة بالأموال غير المخمسة، الزكيت كيت، وأي فروع من هذا القبيل والفروع الحديثة الأخرى التي إنما شنو بعون رب العالمين أول من وعشي عليها إنما كان من قبلي. فمن هذه الناحية هذه أمور أيضا سوف تبقى، وسوف يضطر المراجع الآخرين الباقين في الساحة يومئذ إلى أنه يواكبون الجهة، لكن مع ذلك شنو؟ لا، قضاء حاجة الناس ورفع المظالم سوف يتنازع بالطبيعة، لا، فإنما تبقون لأجل شنو؟ لأجل حفظ مصلحة التشيع، ليس أكثر من ذلك، هذا ضروري 100% ضروري. ما هي توجيهاتكم ونصائحكم للجمع المؤمن في خارج العراق أو لعموم المؤمنين؟ الحقيقة حبيبي ربما يكون في بعض الكلام الذي قلته أيضا شيء من النصيحة، ولكنه مع ذلك نستطيع يعني في الأخرة أن أقول
ما يوفق الله سبحانه وتعالى له، وإن كان أنا أعتقد بأن التوجيه والنصيحة يختلف من واحد إلى واحد، ليس أنه نفس ما تنصح به زيد تستطيع أن تنصح به عمرو وبكر وخالد وسعيد، لا، وإنما كل واحد يحتاج إلى توجيه معين من قبيل كمثل وليس بالتحديد أن ما تقوله مثلا بشبهات الماركسيين غير ما تقوله بشبهات المسيحيين غير ما تقوله بشبهات البوذيين. كذلك اتجاهات تفصيلية موجودة في داخل التشيع أو في خارج التشيع أو حتى في داخل الحوزة، لكل مقام مقال حقيقي، لكن على العموم وهذا إنما هو شنو منبر صح التعبير، إنما هو منبر عام وليس لطبقة معينة. في الحقيقة التوجيهات منقسمة إلى قسمين لو صح التعبير في داخل الحوزة، أو توجيهات حوزوية، ولا أقول لأهل الحوزة لا، وإنما لفهم الحوزة كيف ينبغي أن نفهم الحوزة، هذا من جهة، وكذلك توجيهات عامة. التوجيهات العامة في الحقيقة تنحصر بطاعة الله سبحانه وتعالى، كل واحد ينبغي أن يكون متورعا في دينه، كل إشكال متورعا في دينه، كما يقول في الحكمة أنه خف الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فهو يراك، وكذلك يتمسك بولاية أمير المؤمنين سلام الله عليه وحب الحسن والحسين وفاطمة الزهراء ونحو ذلك من الكلمات. وأحسن شيء هذه أمور قلبية، جزا الله خيرا من يلتزم بها، لكنه أحسن شيء يمكن قبضه حسيا من سلوك أي فرد هو يلاحظه في نفسه أنه يلتزم بكل الواجبات ويرتدع عن كل المحرمات. ومن هذه الناحية لا أقل، من هذه الناحية لا أقل شنو؟ أنه لا تأخذه في الله لومة لائم، أنه شنو؟ أنه كيف على أنه يدعوه شخص أو أي ضغط مهما قل أو كثر ما لم يدخل في ضغط التقية أو الضرر أو الرسو والحرج الشديد، هذا باب ثاني، لكن في حدود ما هو ممكن لا يترك واجب ولا يفعل حرام إطلاقا، لا في عينه ولا في أذنه ولا في فمه ولا في مشية قدمه ولا في حركة يده، أي شيء ولا في علاقته وتصرفه مع الآخرين أو مع الدولة أو مع الله أو مع عائلته أو مع أولاده أو مع البائع أو مع المشتري أو أي شيء إلا في معروف الله سبحانه وتعالى. وهذا ليس سهلا، ليس سهلا، ولكنه إنما يكون يعني المؤمن الصالح نموذجا من هذا القبيل. وإذا كان الإنسان يعني شنو وجد نفسه على غير ذلك فإنما هو معاتب، فالإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة، المعاذير لا تخدم بها الله سبحانه وتعالى، ربما أنك تخدعني بها أو تخدع صاحبك أو عائلتك ولكنه لا تستطيع أن تخدع الله سبحانه وتعالى. أصلح نفسك بكل صورة، فإن النفس أمار بالسوء، أمر نفسك أولى أو أمر ربك أولى من جل جلاله. يعني هذا الذي يقول أنه جعل إلهه هواه، لا، الله إلهك وليس هواك إلهك. فمن هذه الناحية يلتزم بطاعة الله تكفى إن شاء الله، لست تريد أن تكون من الناجين في الدنيا وفي الآخرة، هذا يكفي بأنه تسير مثل هذا الطريق اللطيف الذي سار عليه أصحاب المعصومين سلام الله عليه، ولا أقول المعصومين وإن كانوا أولى من غيرهم، لكنه تقول أنه معصومين نحن لا نستطيع أن نكون مثلهم، هذا غير الرأس، ولكنه أصحابهم ليسوا كذلك، هل سلمان الفارسي وأبو ذر وعمار وزرارة وفلان وفلان معصومون؟ ليسوا معصومين، مع ذلك كانوا مقربين إلى المعصومين، ويعني شنو من خاصة المعصومين. فمن هذه الناحية ما أرطب أن نكون من أمثاله، الطريق مفتوح وليس طريقا باطنيا حتى يكون صعبا، وإنما هو الطريق الحياة التي يعني فرق شنو؟ فرق أنه تلاحظ الله في القليلة والكثيرة وفي النظرة والنبس والكلمة والسماع وأي شيء، أي شيء في علاقاتك، بل في نفسك أو في عقلك أو في أصدقائك أو في عائلتك أو أي شيء آخر، ليس أكثر من ذلك، كل إشكال. وأما بالنسبة إلى
فهم الحوزوي يعني كيف يجب أن تفهم الحوزوي. أنا جملة من الأشياء لا أستطيع أن أقولها لأنني أعتبر أنه أنا في تقية والتقية واجب علي، ولكنه في حدود ما هو ممكن أن يقال أن تجعل الحوزة شنو هي يعني هي الأميرة الرئيسية في الدين، وليس الدين كما يفهمه العوام، كما ليس الدين كما يفهمه مثلا أهل الظلم، وليس الدين كما يفهمه يعني أهل المسالك القديمة أو نحو ذلك من الأمور، كل ذلك لا، وإنما الإنسان الذي يسلك أحد هذه المسالك الثلاثة التي قلتها يفهم الدين كما يرضي الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتوقع من الحوزة ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء كان من المرجع أو من المجتهد عموما أو من الفضلاء عموما أو من الحوزة عموما. فبمعنى آخر إذا كانت الحوزة على مستوى المسؤولية، وإن شاء الله ستكون وليست الآن على كل حال على مستوى المسؤولية، فهي التي شنو التي تكون أهلا لنصرة الدين وأهلا لحسن الظن بها من قبل التشيع عموما ومن قبل شنو ومن قبل العالم عموما. ولماذا لا؟ أليس أن العالم عموما حتى البوذيين وحتى المسيحيين وحتى الماديين يحسنون الظن بالنبي صلى الله عليه وسلم بنبي الإسلام، ويحسنون الظن بأمير المؤمنين، ويحسنون الظن بالحسين سلام الله عليه. فلنكن نحن أيضا عند حسن الظن لمذهبنا وللآخرين وللبشر أجمعين، والمفروض بالحوزة أن تكون كذلك، والمفروض بفهم الحوزة أن تفهم من هذه الجهة، وإلا لا قيمة لها، أنه مجرد أنه تدفع لها الحقوق ولا تعلم أن المال أين يصرف، هذه مجهولية مفسدة شديدة. المفروض أن يكون يد المرجع أمينة في صرف المال، لكنك ينبغي أن تتأكد أنه المرجع الذي ترجع إليه هل هو يده أمينة حقيقة بينك وبين الله في صرف هذا المال أو لا، وتتوخى القرائن والنتائج التي توصل إليها مرجعك لو صح التعبير. فمن هذه الناحية لا تعتمد على من شنو على من تحسن به الظن لمجرد الهوى أو لمجرد الميل النفسي أو لأمور أخرى اجتماعية أو حوزوية أو نحو ذلك من الأمور. في الحقيقة هذا مما يكثر فيه الدس أكيدا، يعني هناك جهات كثيرة داخلية وخارجية تستطيع أن تدس، وما أسهل أن تدس، وأنت تعلم أنه ما أسهل أن الشخص من قبيل يقول أنه يدخل في السلك الديني أو يلف العمامة على رأسه، وما أسهل أن يدعي المدعي شيء ليس له حبيبي. وهذا هو الخطورة الحقيقية في الدين. فمن هذه الناحية أنا أنصح الشيعة عموما أن لا يضعوا أقدامهم الدينية لو صح التعبير على ركن هار، بل على ركن وثيق وعروة مثقى، حتى شنو حتى يفوزوا في الدنيا والآخرة. الحوزة ليست واحدة، وإنما هي مذاهب متعددة وكذلك اتجاهات بل وآراء مختلفة من داخلها وخارجها. فمن هذه الناحية ينبغي الحذر جدا من تمجيد شخص ثم بعد ذلك شنو يوجد أنه ولي هذا فيه نقائص أو كذا، فما أصبرنا على النار، أنه نحن في الحقيقة إنما عنا على ضرر أنفسنا حينما نكون قد دعمنا من لا يستحق الدعم في الحقيقة. وإن شاء الله كلهم يخدمون الدين، هذا صحيح، وإن شاء الله كلهم محمولون على الصحة، ولكن مع ذلك ينبغي الحذر. يعني المؤسسات الدينية والأفراد والخاصة يعني معنونين إن كانوا رؤساء عشائر أو تجار أو نحو ذلك من الأمور، أو بدهم زعامة مثلا رسمية في بلادهم أو أي شيء،
لا ينبغي أن يكونوا من هذه الناحية مغفلين، بل يكونون مدققين، وكلما دققوا إنما يرضون الله سبحانه وتعالى بذلك. في ختام هذا اللقاء نشكر شكر جزيل سماحة آية الله العظمى المرجع الديني السيد محمد الصلد دام ظله الوالد على إجابته التفصيلية لكل الأسئلة التي قدمت إليه. نسأل الله أن يجعله علما وعزا وفخرا للأمة الإسلامية جمعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أيضا أقول كلام هو أنه حقيقة. أنا أجد أنه جماعة من الشباب كأنهم، وإن كان هي العبارة ملطفة، كأنهم خلقوا من أجل، يرون أنه بذل أنفسهم 100% 1000% في سبيل اللحمة والدم والعظمة العجيبة الغريبة، أنه شنو؟ أنه شيء واجب ديني يرضاه الله سبحانه وتعالى. جزاهم الله خير. المهم على أنه أوف، هذا بتوفيق ربي أنه وجدت جماعة حقيقة يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل المفاهيم التي سمعوها، والتي الجملة منها سجل في مؤلفات منهم الشيخ جزاه الله خير. حقيقة كأنما خلق لأجل طاعة الله، هو يعني شنو؟ أنه يجد طاعة الله منحصرة في يعني آرائي وتقليدي واتجاهي، وأنا أقل البشر وأذنب المذنبين، ويعني ما أدري أقول. على كل حال، إن كان الإمام يقول أنه هو كذرة أو دونها، إذا فأنا هو ظلمة الحقيقية والعدم الكامل. ولكنهم جزاهم الله خير، الذي أنا أقول بأنه شنو؟ أكو بها رواية أنه الله تعالى يجعل حسن الظن في ذهن الآخرين به، فهذا من النعم علي أنه حسن ظنهم بي، وكذلك من النعم عليهم لأنهم يستطيعون عن هذا الطريق أن شنو؟ أن يخدموا دينهم ويخدموا أنفسهم ويتكاملوا. وليس أنا سوف أذهب، لكن هو يبقى متكامل، السيد يبقى متكامل، الشيخ يبقى متكامل، أي شنو؟ يفوز في الدنيا والآخرة. وليس عيون سيد محمد الصدر بالتعيين لها سهل أبدا، وإنما الشيء الذي ينفعهم إلهم زين في الحقيقة، والشيء الذي أنا بذلت نفسي من أجله في الحقيقة إنما هو للآخرين وليس أنا، إنما هي للأفكار وفق الله تعالى لأجل تناولها ونشرها، وإلا المسألة أنه أنا لست بشيء. على كل حال، جزاه الله خير أنه وحياه الله من هذه الناحية التي وفقني لأجل يعني بيان هذه الكلمات، على أنها مختصرة. وطبعا يعني شنو، كلما تكلمت أكثر لعله تنكشف الحقائق أكثر، ولكنه ليس هناك يعني من الحقائق ما ينبغي كشفها بعد أن يكون مؤلفاتي كثيرة، وإلى بقية الحياة أيضا أبقى بادلا جهدي في التأليف وغير ذلك بالتدريج، إذا كان الناس أيضا يعني أشياء نقادة وفاهمين وواعين يستطيعون أن يصلون بالتدريج. ولكنه خوف، هذا أيضا توفيق فوق التوفيق، أنه شنو؟ أنه أولا أنا أوفق إلى أن أقول كلمتي، ويوفق الآخرون أنه شنو؟ أنه يفهمون ما أقول، وليس لأجلي أنه يفهمون ما أقول، وإنما لأجل مذهبهم ولأجل أنفسهم ليس ما أكثر، وإلا إنما أنا واسطة من قبيل بوري، ذبي ماي منها يطلع منها ليس أكثر من ذلك، وإنما النفع الحقيقي هو لله أولا، وللمعصومين سلام الله عليهم ثانيا، ولشنو؟ من قبيل شنو؟ من قبيل أنه أنا أقول بأنه يعني يدعون أن الحوزة إنما أوجدتها أنا، لا، أنا ما أوجدتها في الحقيقة، وإنما الله تعالى هو الذي أحياها بعد الممات. كثير من الظروف لم يكن لي يد فيها إطلاقا، إنما الله تعالى وفق لها ووجدت، وإنما بالصدفة تقارن وجود سيد محمد الصدر مع وجودي، لعله لو كان آخرون أيضا من هذا القبيل أيضا تقارن وجودهم مع وجودها. وكذلك همة الشباب الواعي في أن يلتحق
بالحوزة ويدرس العلم الديني، هذا أيضا ضروري وواضح الاتجاه، وليس أنا الذي أوجدته، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالمهم على أنه يعني مجموعة القرائن والملابسات هي التي أوجدت ذلك، وما قيمت سيد محمد الصدر بعد كل هذا التيار الإلهي اللطيف، ومن قبيل هذا الذي يعني الكلمة التي قيلت في أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه ما أقول في شخص اجتمع أعداؤه على كتم فضائله مضمونة، واجتمع أصدقاؤه على كتم فضائله أعداؤه حقدا وأصدقاؤه شنو تقية، كلاهما كتم فضائله وانتشر بين هذا وهذا ما ملأ القافقين سلام الله عليه. فمن هذه الناحية أيضا المضادات التي نحن نعيشها أكثر من حد الإعصاء، لكن ومع ذلك لطف الله أكثر من حد الإعصاء بأضعاف مضاعفا بلطف ربي، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.